أهلا فيكم كمان مرة، معكم محمد الشريف، عمري 29 سنة. في هذا المشروع لي 5 أشهر. كل شخص فيكم هون دعاه شخص آخر لأنه يجي يسمع عن فرصة ممكن من خلالها يحسن دخله. بداية حابب أحكي لكم أني أنا شخص زيكم. في يوم من الأيام كنت مكانكم، سمعت هاي الفرصة عجبتني ودخلت فيها، الآن الحمد لله صار عندي نتائج راح أشارككم معكم في النهاية. مبدئيا هون إحنا جايين نحكي عن فرصة كل واحد راح يشتغل عليها كفريلانس لإله، لكن احنا بالنهايه بنشتغل كعمل جماعي، كل واحد راح يستفيد من خبرات الثاني عشان نوصل مع بعض لافضل نتائج. والاحلى في الموضوع انه اللي بضر بضر حاله. شو هذا البزنس وكيف ممكن انا افيد حالي؟ بالبدايه راح احكي عن الموضوع من خلال قسمين، القسم الاول راح يكون عن فرصه استثماريه بعيده المدى، والقسم الثاني راح يكون كيف نستغل هاي الفرصه الاستثماريه ونطلع من خلالها دخل اسبوعي. اوكي؟ طيب نيجي بالقسم الاول، شو الفرصه الاستثماريه اللي ممكن انا اطلع من خلالها دخل بعيد المدى وبايش راح نستثمر بالضبط؟ راح نستثمر في شيء اسمه العملات الرقميه. شو العملات الرقميه وشو بتسوي وكيف ممكن نستفيد من خلالها وشو الاستفاده اللي راح تجينا من خلالها؟ اول شيء العملات الرقميه هي عمله زيها زي الدينار، زي اليورو، زي الدولار، هي شكل من اشكال المال المتطور. كيف؟ خلينا نرجع بالماضي لأول بداية المال. بداية ما كان في شيء اسمه فلوس، كانت الناس تتبادل السلع بينها وبين بعض من خلال شيء اسمه المقايضة، صح؟ بعدين صار في عندنا شيء اسمه العملات النقدية، بعدين تطورت الدنيا وصارت في شيء اسمه العملات الورقية، بعدين تطورنا شوي صار في عندنا اسمه شيكات، شيء اسمه الشيكات، بعدين تطورت أساليب الدفع، وبعدين صار في عندنا الفيزا كارد، الماستر كارد، بعدين دخل عندنا البنوك الالكترونيه الاونلاين بانكينج مثل البيرفكت ماني والباي بال والادفانس كاش، بعدين صار في عندنا التطبيقات الالكترونيه زي المحافظ الالكترونيه زي زين كاش دينارك وواي شات مثلا، في اساليب الدفع صارت تتغير. اخر شيء صار عندنا شيء اسمه كريبتو كرنسي، هو شكل من اشكال المال الجديد واللي هي العملات الرقميه او العملات المشفره. العملة الرقمية هي شكل من أشكال المال وتعتبر كوسيلة دفع. متى بدأت هاي العملة وليش بدأت وشو سبب نشأتها؟ سبب نشأتها لسبب بسيط صغير واللي هو حل مشكلة التضخم. شو يعني؟ الناس كانت رواتبها ثابتة، مثلا كانت الناس مثلا رواتبها برقم معين والقيمة الشرائية للفلوس أو دخلها بينزل. فخلينا ناخذها كمثال بالأرقام، واحد كان دخله 300 دينار قبل 10 سنوات الان لسات راتبه 300 دينار مثلا، بس الشغلات اللي بيشتريها في 300 دينار الان بطلت تشتري الشغلات اللي كان يشتريها قبل 10 سنوات في نفس المبلغ. ليش وشو السبب؟ هو طباعه الفلوس وزياده النقد في الطباعه، وهذا الشيء بيقلل من القيمه الشرائيه للفلوس. تمام، هذا الشيء عشان يحلوه نزلوا شيء اسمه العملات الرقميه. وشو او كيف خلينا نحكي مع بعض انهم حلوا هذا الموضوع؟ من انهم نزلوا عمله رقميه ما بتقدر حدا يطبع عدد معين من العملات الرقمية واللي بيخليها بعدد محدود، فلما تنزل العملة الرقمية بتنزل بعدد محدود فمستحيل ينزل القيمة الشرائية للعملات في مطالع لأنه ما بتنطبع هاي الفلوس، ما بصير في عليها طباعة. طيب هاي أول شغلة من أسباب نشأة العملات الرقمية. طبعا في لها ميزاتها الثانية وتسهيل عمليات الشراء، وخلينا نحكي أنه العالم بيتجه للأسهل والأمان، فهي أأمن من النظام الحالي المالي، زائد انها اسهل، بصير الواحد من تليفونه من موبايله يشتري، يدفع فواتيره، يعمل كل شيء من خلال الموبايل. متى بدات العمله الرقميه؟ بدات العمله الرقميه بال 2009 باول شكل من اشكال العملات الرقميه بعمله اسمها البيتكوين. وبرضه بدي احط بعين الاعتبار انه في بعض الاشخاص ما بيعرفوا شو يعني بيتكوين، فراح احكي عنها من A to Z. عمله البيتكوين نزلت في 2009 كاول شكل من اشكال العملات الرقميه، صار يحكي انه هاي العمله سعرها راح يرتفع وانه لها مستقبل وانه الناس راح تصير تستخدم هاي العمله، وانها راح تكون في المستقبل بديل للعملات الورقيه، خصوصا انه زي ما حكينا قيمة الشرائيه للبيتكوين ما راح تنزل لانها نزلت بعدد محدود ونزلت بعدد 21 مليون عمله بيتكوين. فاذا انت امتلكت عدد من عملات البيتكوين، خلينا نفترض انك امتلكت 1 بيتكوين، فانت تمتلك 1 بيتكوين على 21 مليون من بيتكوين العالم. فعشان هيك كل ما زادت الفلوس في هاي العمله كل ما زادت قيمتها. فصار يرتفع سعرها، وبدات بسعر 6 سنت وفعلا هذا اللي صار، صار يرتفع سعرها شوي 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 لحد ما وصلت لاعلى سعر بال 2017 ل 21 ألف
دولار سعر البيتكوين الواحد. بعرف انه الرقم صادم وكبير جدا، لكن هذا اللي صار. تقدر تفوت على اليوتيوب وتشوف شو عملت البيتكوين وقديش في ناس استثمرت فيها وقديش في ناس استفادت فيها في هذاك الوقت. عشان تعرفوا كمية حجم الاستثمار في هذا في هاد في هاي العملة البيتكوين في هذاك الوقت، بدي أعطيكم إياها كمثال بالأرقام. ال 5000 حبة بيتكوين بال 2009 كانت تعمل، أو كان الواحد بيقدر يشتريهم بكم؟ ب 27 دولار، تمام؟ نفس ال 5000 حبة بال 2013 كانت تقريبا يعملوا 800 ألف دولار. نفس ال 5000 حبة بال 2017 كانوا بيعملوا تقريبا 50 مليون دولار. بعرف انه الرقم برضه صادم، لكن هذا اللي صار، وكانت فرصه استثماريه مضمونه لاي شخص في هذيك الفتره. السؤال هون انه تخيل حالك انت كنت شاري ب 100 دولار من عمله البيتكوين في هذاك الوقت ورميهم للزمن، كان الان قديش معك؟ كان الان معك كثير من اصحاب الملايين. طب لو رجع فينا الزمن، هل انت بتشتري البيتكوين في هذاك الوقت؟ اكيد الجواب 100% يس. ليش؟ لانه البيتكوين ارتفع سعره جدا، وكانت استثمار ممتاز جدا لاي شخص في هذيك الفترة. طبعا راحت على اللي راحت عليه واستفاد اللي استفاد. طب هل احنا كمان راحت علينا؟ وكيف ممكن نستفيد بما انه في فعلا عملة ارتفعت اوريدي وناس استفادت وراحت على اللي راحت عليه؟ لانه بعد ما نجحت البيتكوين صار ينزل عملات رقمية اخرى، كل واحدة لها خصائصها ومواصفاتها، والان في اكثر من 1300 عملة رقمية نازلة في السوق، كل واحدة لها خصائصها ومواصفاتها. وهون احنا جايين نحكي معكم عن فرصة نفس فرصة البيتكوين الماضية. فنتخيل مع بعض انه الزمن قاعد برجع فينا، وفي عملة الان هي المستقبل الجاي وهي البيتكوين المستقبلية. شو هاي العملة وشو مواصفاتها وشو خصائصها؟ الان نزلت عملة جديدة اسمها عملة الداج كوين، هذا هو شعارها زي ما انتم شايفينه على الشاشة. هاي العملة نزلت بخصائص ومواصفات بتنافس فيها العملات الرقمية بشكل عام، واللي بتعطي مؤشرات جدا قوية بتخلينا نعرف انه استثمارنا في هاي العملة ممكن يصير عشرات الاضعاف بل مئات الاضعاف مستقبلا. نيجي نشوف مع بعض شو خصائص مواصفات هاي العملة. اول شيء اللي صمم هاي العملة هم شخصين، مستر نيلز جروسبيرغ ومستر كريس ريس. هذول الشخصين هم اللي اسسوا هاي العملة في 2016 واللي رخصوها في دولة استونيا، واللي ما بيعرف دولة استونيا هي واحدة من دول اوروبا وبرضه من ضمن الاتحاد الاوروبي، وهي السيليكون فاليو لاوروبا. شو يعني سيليكون فاليو؟ هي يعني معناته وادي التكنولوجيا، او خلينا نحكي الوادي تبع خلينا نحكي منجم الذهب في اوروبا بسموها. ليش؟ لانه استونيا من اكثر الدول المتطوره تكنولوجيا في العالم، وكدوله استونيا معروفه في العالم انه بقول لك اعطيني اي برنامج تكنولوجي جيب لي اياه مهما كان متطور، انا مستعد اعمل لك عليه ابلود واعمل لك عليه ديفلوبر واطور لك اياه. فهون نيجي انه نحكي على هدول الشخصين، هم مش اي شخصين عاديين، هم هدول اشخاص من نابغات العالم في التكنولوجيا. ما علينا، عندها اكثر من 100 موظف لخدمة عملاء الشركة في اربع على مدار الساعة، على 24 ساعة على مدار الساعة في كل مكان في العالم. اسف حكيت. الشركة اوراقها وثبوتياتها كلها اوبن سورس على ما على بوابة جيت هاب. بوابة جيت هاب احدى الشركات العالمية اللي خلينا نحكي بتراقب عمل الشركات اللي بتشتغل بهذا النظام، وهي احدى الشركات العالمية اللي بتعطي براءات اختراع اللي اثرت واعطت قيمة واضافت قيمة للعالم. طبعا العملة صممت لغايات الاستخدام ولا يكون سعرها مستقر نسبيا. شو الثلاث ميزات اللي اجت فيها هاي العملة واللي خلتها بتنافس فيها كل العملات الرقمية الموجودة في العالم؟ اول شيء التكنولوجيا اللي اشتغلت عليها هاي العملة. اشتغلت التكنولوجيا على تقنية اسمها الداج تشين، واللي خلتها من أسرع العملات تحويلا في العالم، واللي بنفس الوقت بتخلف أسوأ نتيجة تحويل توصل بعد 5 ثواني. وبنفس الوقت هذا الشيء خلاها من أسرع تحويلا أسرع تحويلا في العالم، زائد إنها صارت أقل عمولة في التحويل، ونسبة العمولة تحسب بخمسة بالعشر تلاف على أي مبلغ محول أو بتشتري فيها بهاي العملة. فهون نيجي نعرف انها اسرع عملة في التحويل في العالم، زائد انه عمولتها اقل عمولة تحويل في العالم، زائد انها اضافت، خلينا نحكي هون نيجي على الخيار الثالث هون زي ما انتم شايفين الريجوليشن اللي هي قانونية، اضافت خدمة الكي واي سي واللي هي اختصار لجملة نو يور كاستمر، ومعناها انه اي شخص بده يتعامل مع هاي العملة لازم يقدم اوراقه الثبوتية ويعرف عن حاله، فهيك بنضمن انه هاي العملة ما بيدخل فيها أي عملية غير شرعية
وفيها تراكنج على ترانزاكشن، يعني معناته برضه بنفس الوقت انه فيها رقابه على كل عمليات التحويل اللي بتصير فيها، توثيق على اي عمليه تحويل ممكن تصير فيها، وهذا الشيء بيعطيها القانونيه الكامله، وبنفس الوقت بيضمن انه هاي العمله نظيفه 100% وما فيها حتى تهرب ضريبي. ثالث شيء نرجع هون بالنص، العمله هاي صممت لغايات الاستخدام، لكن وين؟ على وجه الارض. هسه كلياتنا بنعرف انه العمله الرقميه بشكل عام هي عمله كوسيله دفع بتسهل عمليات الشراء وين؟ على الانترنت. هي طبقت هذا الشرط زائد انه صار في محلات على وجه الارض تقبل الدفع بعمله الداكوين. نحكيها باللغه الاردنيه، يعني بتقدر تدخل انت على المحل، على المول، على الصيدليه، على الكازيه، وتعبي بنزينك او تشتري اغراضك او منتجاتك بعمله الداكوين. زيها زي الفيزا راح تصير مستقبلا، فانه كل محلاتنا راح تصير تعمل او تقبل الدفع بعمله الداكوين. هاي هي خصائصها ومواصفاتها اللي بتعطيها مؤشرات قويه جدا على انه سعرها راح يرتفع في المستقبل. من وين بقدر احصل هاي العمله؟ بقدر احصلها من مكانين فقط، من منصه سوايبكس للصرافه او من سكسس فاكتوري الشركه التسويقيه لعمله الداكوين. لهيك عمرك ما راح تلاقيها ابدا على اي منصه تداول، لانها مش عمله تداول، هي عمله استخدام وليست عمله مضاربات ماليه وليست عمله فوركس ولا بورصه ولا هي الامور. هي عمله رقميه ماخذه منحنى اخر في استخداماتها، هي فقط عمله استخدام، الغايه منها هو شراء وتبادل السلع بينها وبين الناس، وتعتبر كوسيله دفع على الانترنت زائد على وجه الارض. عشان هيك لما بدنا نيجي نعمل عملة سياساتها بتعتمد على الاستخدام، بينفع يكون سعرها بيعتمد على العرض والطلب؟ أكيد لا. فعشان هيك سياسات تسعيرها بتختلف عن باقي العملات الرقمية كلياتها وما بتعتمد على العرض والطلب، فعشان سعرها يكون ما بيعتمد على العرض والطلب وما بينفع يكون سعرها متموج كل شوي بسعر معين، لازم تعتمد على أسلوب يخلي سعر العملة مستقر نوعا ما، فسعرها بضله ثابت طول الشهر وبيعتمد على زيادة شيء اسمه عدد اليوزرز وعدد المحلات. فاللي بيحدد سعر العمله او اصول العمله هي عدد اليوزرز وعدد المحلات اللي بتقبل الدفع بهاي العمله. فكل ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين بالسلايد هون، كل ما زاد عدد اليوزرز وكل ما زاد عدد المحلات كل ما زاد سعر العمله. فمثلا زي ما انتم شايفين هون بالمثال هذا، لما يصير عدد اليوزرز في العالم 100,000 مستخدم بصير سعرها في المقابل 10 سنت، زائد إذا صار عدد المحلات مثلا 500 محل يقبل الدفع بهاي العملة بصير سعر العملة زائد ال 10 سنت وال 5 سنت، فبصير سعرها 15 سنت، نزولا ل 100 مليون مستخدم بصير سعرها 100 يورو، زائد مليون محل يقبل الدفع بهاي العملة 100 يورو، ف 100 يورو من المستخدمين و 100 يورو من المحلات، فبصير سعرها كم؟ 200 يورو. متى بلشت هاي العملة؟ بدأت هاي العملة بشهر 3 السنة الماضية ب 2018، 19/3/2018 بلشت العملة كبيع عملاتها. بعرف انه انا حكيت انها بلشت في 2016 كتأسيس العملة، لكن بدأت في مبيعا في شهر 3/2018 بسعر 1 سنت من اليورو. الآن سعرها 23 سنت من اليورو، يعني ارتفعت خلال أول سنة 23 ضعف، وهذا الارتفاع ممتاز جدا مقارنة بأي عملة رقمية بدأت في من بداية الخليقة. ما في أي عملة رقمية في أول سنة مهما كانت ارتفعت في أول سنة 23 ضعف. شو يعني 23 ضعف؟ يعني اللي كان شاري فيها بقيمة 1000 يورو السنة الماضية الآن قيمة استثماره تساوي 23,000 يورو. متوقع يصير سعرها أكم زي ما حكينا؟ 200 يورو بعد 3 لـ 5 سنوات. متى بالضبط؟ لما يصير عدد المستخدمين 100 مليون مستخدم زائد مليون محل يقبل الدفع بهاي العملة. هل هذا الرقم كثير؟ نيجي نشوف مع بعض. عدد سكان العالم تقريبا 7 مليار و300 مليون، احنا بدنا 100 مليون من ال 300 مليون اللي بعد ال 7 مليار، فالرقم عادي. غير هيك انه مليون محل في العالم، على مستوى العالم، الاردن لحالها فيها اكثر من مليون محل، مني انا في الاردن، خليني اقارن في الاردن، ما بعرف اذا في ناس من برا البلد تسمعني. فزي ما حكينا مليون محل رقم عادي، خصوصا انه في شركات اوريدي، شركات دفع وصلت لهذا الرقم مثل فيزا كارد والماستر كارد، هي وصلت لاكثر من 100 مليون مستخدم ومليون محل يقبل دفع بهاي العمله، فمعناته احنا كمان رح نوصل لهذا العدد، بس الموضوع مساله وقت. فالفكره كلياتها هون انه ليه ما نشتري من هاي العمله الان على السعر الرخيص ونستنى قبل ما يصير سعرها عالي ونبيع او نستخدم هاي العمله على السعر العالي. قديش بقدر اشتري من هاي العمله اقل شيء؟ هون حسب السلايدات اللي قدامكم موجود اكثر من باكج، في عندك باكج 100 يورو، برضه باكج 250 يورو، ال 500 يورو،
ال 1000 يورو وال 2000 ونص وال 5000 وال 12000 ونص يورو وال 25000 يورو. في اقل من هيك؟ في اقل من هيك. في بتقدر برضه تستثمر ب 20 يورو، برضه ال 20 يورو تقريبا تعطيك 85 حبه داكوين على السعر الحالي واللي هو 23 سنت. على باكج ال 100 يورو 435 حبه، على ال 250 1087، على 500 يورو 2001 2174، ال 1000 يورو 4348 حبه داكوين، وهكذا زي ما انتم شايفين في السلايدات. لكن هون حابب احكي عن شغله بسيطه، اي شخص بيشتري باي مبلغ او اي باكج من هاي العمله ما بيقدر يبيع هاي العمله اللي اشتراها ولا بيقدر يستخدمها الا بعد سنه على الاقل من تاريخ شرائه. ليش؟ لانه اول شيء الشركه بدها تضمن، او خلينا نحكي العمله بشكل عام، بدها تضمن عدد مستخدمين لهاي العمله عشان تقدر تقنع المحلات انهم يقبلوا الدفع بهاي العمله. هذا الشيء احنا اول ناس تشتغل في هاي السياسه، لا برضه فيزا برضه اشتغلت في هاي السياسه. كل واحد فيكم الان يحط حاله مكان اول شخص اجت شركه فيزا تقنعه يحط فلوسه معها، ولسه ما في ولا محل في العالم يقبل الدفع بالفيزا، راح تكون مشكله صح؟ كيف بده يحط فلوسه بشيء لسه ما في ولا محل في العالم يقبل الدفع بالفيزا؟ مش هون المشكله، انه المشكله لو اقنعتك حتى شو بده يضمن فيزا، انه انت بعد شهر او شهرين ما تسحب هاي الفلوس لانك احتجتهم، فهيك راح تخسر عميل من عملاء فيزا صح؟ فكانت تجبر اي شخص بده يتعامل بالفيزا انه يحط فلوسه معها لمده سنه او سنتين او ثلاث، لكن بالمقابل كانت تعطيه ميزات. شو هاي الميزات اللي كانت تعطيها؟ كانت تحكي له تعال لو انت حطيت معي مبلغ من المال ما بتقدر تسحب هذا المبلغ ولا تستخدمه الا بعد سنه او سنتين ولا ثلاث، الا وبنفس الوقت راح اعطيك ميزات، واللي هي مثلا اذا حطيت مبلغك معي لمده سنه راح اعطيك خصم 20% على مشترياتك بعد سنه. إذا حطيت المبلغ تبعك معي لمدة سنتين راح أعطيك 40% 30% خصم على مشترياتك بعد سنتين. إذا حطيت مبلغك معي لمدة 3 سنوات فأنا راح أعطيك خصم 40% على مشترياتك بعد 3 سنوات. فهيك كان في شيء يحفز الناس تحط فلوسها بالفيزا، وكانت فيزا تيجي مثلا للمحلات أو خلينا نحكي العلامات التجارية بعد سنة تحكي لهم مثلا تعال يا كارفور أنا عندي 200,000 مستخدم للفيزا في الأردن، شو رأيك تصير تقبل الدفع بالفيزا؟ فهون كان الكارفور يقول لك اوكي اكيد انا راح اقبل الدفع بالفيزا. ليش؟ لانه في عنده سوق كبير بده يستغله. وهكذا صارت تروح من ميرشنت لميرشنت او من علامه تجاريه لعلامه تجاريه، فهيك انتشرت الفيزا وهيك الناس صارت تستخدم الفيزا وصارت كوسيله دفع تقبل بينها وبين المحلات. هون نفس السياسه اللي احنا بنشتغل عليها، اي شخص بده يشتري من اي باكج من هاي الباكجات لازم انه يحطها لمده ضمان سنه او سنتين او ثلاث. شو الميزات اللي ممكن ناخذها؟ خلينا ناخذ هون مثالين. إذا أنا اشتريت باكج ال 20 يورو أو ال 100 يورو وحطيتهم لمدة سنة ما راح آخذ شيء بونص على عدد الحبات، إذا حطيتهم لمدة سنتين راح آخذ 5% بونص على عدد الحبات في هذاك الوقت إذا حطيتهم لمدة سنتين، وإذا حطيتهم لمدة 3 سنوات راح آخذ 10% بونص على عدد الحبات من هون لثلاث سنوات. باكج ال 1000 يورو إذا أنا شريت ب 1000 يورو داكوين بشتري 4348 حبة، إذا حطيتهم لمدة سنة باخذ 5% بونص على عدد الحبات، إذا حطيتهم لمدة سنتين باخذ 15% بونص على عدد الحبات، إذا حطيتهم لمدة 3 سنوات راح آخذ بونص 40% على عدد الحبات. وكل ما زاد الباكج سعره وكل ما طالت الفترة راح تلاقوا إنه البونص قاعد بزيد أكثر وأكثر. شو يعني بونص بالضبط؟ كيف يعني البونص وكيف ممكن أستفيد منه؟ شو يعني أنا لما أحط فترة أكثر راح آخذ بونص أكثر؟ نيجي على باكج ال 100 مثلا 100 يورو، اذا انا اشتريت باكج ال 100 يورو راح اخذ 435 حبه داكوين على السعر الحالي اللي هو كم؟ 23 سنت. اذا حطيتهم لمده سنه فراح اشتري انا راح اضلني ماخذ 435 حبه، اذا حطيتهم لمده سنتين راح اخذ 5% على عدد الحبات، فانا تقريبا راح اخذ 21 حبه بونص. يعني راح اشتري مش 435، تقريبا راح اخذ 455 حبه، راح اخذهم على سعر 100 يورو راح يكلفوني تقريبا اقل من السعر الحالي، فزي كاني انا باخذ بسعر اقل عدد حبات اكثر بنفس السعر. نفس المندوبين الميديكال ريب، يعني مثلا اللي بيعرف مندوبين الادويه لما يروح الصيدليه بيحكي له مثلا
اذا اشتريت مني 10 كراتين من هذا الدواء بعطيك مثلا كرتونتين بونص، اذا اشتريت مني 50 كرتونه بعطيك 10 كراتين بونص، اذا اشتريت مني 100 كرتونه كاش راح اعطيك 50 كرتونه بونص، وهكذا كل ما زاد المبلغ او العدد اللي شاريه كل ما اخذ بونص اكثر. هون نفس الشيء، هذا مبدا بونص عندنا. فهذا المبلغ العملات لما انت بعد سنه سنتين ثلاث راح يفرق معك بسعر العمله، راح تستفيد منه الحبه والحبتين والخمسه والعشره اللي اخذتهم كبونص، كل واحده ممكن اذا صارت 100 او 200 يورو راح تفرق معك. فعشان هيك احنا المستفيدين، وهذا الشيء بيفيدنا على الاقل لما انا تحط الشركه لي فتره ضمان معينه بتحميني اني ابيع على السعر الرخيص. الشاهد في هذا الموضوع كلياته هون انه هاي العمله في اول سنه ارتفعت 23 ضعف، متوقع يصير سعرها 200 يورو، فهي فرصه قاعده بتكرر نفسها زي ما البيتكوين بلشت بسنتات ووصلت لالافات، الفرصه والزمن قاعد بكرر بنفسه، والفرصه هاي قاعده بتكرر في نفسها. ليش ما نشتري من هاي العمله بسنتات ونرميها للزمن زي اللي شاري قطعه ارض ورميها للزمن بستنى سعرها يرتفع عشان نبيعها. طيب حكينا احنا هيك الشق الاول وكيف احنا ممكن نستفيد من ناحيه الاستثمار بعيد المدى. كيف ممكن احنا نستغل هذا الاستثمار ونطلع منه دخل اسبوعي؟ قبل ما نحكي عن هاي الفرصه الثانيه والشق الثاني من الشرح، خلينا نيجي نشوف سياسات الشركه في انها خلتنا نطلع هذا الدخل. اول شيء الشركه بتحكي لي انه انا طلعت هاي العمله واجيت اعمل شيء اسمه ماركتينج، لانه انا كعمله نزلتها بخصائص ومواصفات معينه عشان الناس تعرفها وتشتريها، لازم اعمل ماركتينج صح؟ عشان اعمل ماركتينج كان عندي خيارين، يا اني استخدم اسلوب التسويق التقليدي او اني استخدم اسلوب ثاني اسمه ذا وورد اوف ماوث. شو يعني الاسلوب التقليدي؟ شو يعني ذا وورد اوف ماوث؟ الاسلوب التقليدي هو اني هتعمل دعايات من خلال التلفزيون، الراديو، الجريده، الانترنت، السوشيال ميديا، الجرامات في الشوارع، البروشورات مثلا، مندوب المبيعات، الكول سنتر، هاي اساليب التسويق التقليديه اللي ممكن تستعملها اي شركه عاديه باساليب تسويق تقليديه، صح؟ لكن الفكره انه هذا الاسلوب التسويقي بطل حدا يهتم فيه، او خلينا نحكي يامن فيه، وبطلت الناس توثق في اسلوب التسويق التقليدي، مع انه ممكن يكلف بادجت عالميه ممكن توصل لمليارات، او انها كانت زي ما حكينا كان عندها خيار تستخدم اسلوب التزكيه الشفويه او ذا وورد اوف ماوث او نقل تجربه المستخدم للاخرين. شو يعني؟ قالت لك انا كشركه المستثمر تبعي قبل ما يحط فلوسه معي اكيد درسني، عرف خصائصي، عرف مواصفاتي، عرف ليش يحط فلوسه معي، وثق فيي وحط فلوسه، صح؟ فهو هيك اكثر شخص بيعرف عني، وبما انه اكثر شخص بيعرف عني هو اكثر شخص ممكن يحكي عني، صح؟ وبطبيعته البشريه راح يكون قاعد بين اصحابه وقرايبه ومعارفه، ويكون يحكي لهم والله يا اخوان في عمله خصائصها 1 2 3 في اول سنه ارتفعت 23 ضعف، متوقع يصير سعرها 200 يورو، زدت لك فيها قرشين للزمن، بتعرف شو ممكن يصير معك للزمن، صح؟ وما بدنا اياها تروح علينا زي ما راحت علينا في البيتكوين والاثيريوم والريبل والمايوتا وهي العملات كلياتها اللي نجحت. فهيك المستثمر راح يكون قاعد بينصح الناس من خلال تجربته. طب تعال يا مستثمر، بما انك يا مستثمر حاكي وحاكي ودائما بتحكي ببلاش، شو رايك تحكي وتاخذ فلوس؟ راح اقول لك وقف، تعال بما انه الشغله فيها فلوس انا ما راح احكي بس لاصحابي ومعارفي، راح اصير امسك الناس في الشارع واحكي معهم، صح؟ ليش؟ لانه هو اصلا مآمن في هاي العمله وهو شايف انه هو مستفيد وراح يفيد الناس اللي حواليه واوريدي راح يطلع فلوس. فاجت الشركه قالت بما انه هيك انا راح الغي كل اساليب التسويق التقليدي اللي ممكن نحط فيها بادجت عالميه عاليه ممكن توصل لمليارات، والغيها تماما، وهي الفلوس اللي كنت راح احطها في التسويق التقليدي راح احطها للمستثمرين، لكن اعطيهم اياها بطريقه ممنهجه وبسيستم مدروس 100%. وهذا الشيء اختياري 100%. في ناس بقول لك انا ما بدي اكون مسوق، انا فقط بستكفي في الاستثمار، حابب ارمي مبلغ للزمن وبعد فتره من الزمن لما يرتفع سعر العمله ببيعها. وفي ناس بقول لك بما اني كنت مستثمر وصرت مستثمر ليش ما اسوق لهي العمله؟ على الاقل انا قاعد بطلع لحالي دخل اسبوعي، وبنفس الوقت شو بسوي؟ برضه بزيد في عدد المستخدمين، بما انه سعر العمله بيرتفع بازدياد عدد المستخدمين، وهذا الشيء بينعكس على سعر العمله في النهايه وبيرتفع على قيمه استثماري انا كشخص مستثمر. فانه ليه لا؟ فاللي حابب احكي لكم اياه انه هذا الشيء اختياري، لكن خلينا نحكي كيف ممكن انا اطلع دخل اسبوعي من وراء هذا الحكي. اجت الشركه صارت تحكي انه انا بعطيك ثلاث خطط للدخل بتقدر انت تدخل حالك فيهم فلوس بطريقه معينه وبسيستم معين وبشكل اسبوعي. شو هم ثلاث طرق الدخل هذول وكيف ممكن نطلع من خلالهم دخل اسبوعي؟ اول طريقه دخل واللي هي انه تحكي لك الشركه انا بعطيك 10%
من قيمة استثمار أي شخص أنت نصحته بهاي العملة وعجبته واشترى منها. فمثلا أنت نصحت صاحبك يشتري من هاي العملة، هو قرر أنه يستثمر بقيمة 1000 يورو، فأنت بتأخذ مباشرة 10% من قيمة الألف، فبنزل لك 100 يورو كاش، تمام؟ واحد تاني اشترى بقيمة 500 يورو، أنت بتأخذ 10%، فبتأخذ 50 يورو كاش. واحد تالت اشترى بقيمة 100 يورو، بتأخذ 10%، واللي هي 10 يورو كاش. واضحة؟ واضحة. شو تاني خطة الدخل؟ تاني خطة دخل الشركة تحكي لك أنا بشتغل بنظام اسمه المالتي ليفل ماركتينج، أو تسويق متعدد المستويات. شو يعني هذا النوع من التسويق، وكيف ممكن أنا أطلع من خلاله فلوس؟ النظام هذا في أكثر الشركات الآن قاعدة بتتوجه له، لكن كل شركة وإلها نظامها، وكل شركة إلها سيستمها. السيستم اللي إحنا بنشتغل عليه اسمه الباينري سيستم، أو النظام الثنائي. شو يعني؟ تخيل إنه أنت إلك ذراعين تسويقيات زي ما أنت شايف، وأنا عند الليزر إلك ذراع يمنى وذراع يسرى، أوكي؟ نصحت أنت مجموعة من الأصدقاء لإلك يشتروا بهاي العملة، وكل واحد اشترى بمبلغ معين ونضافوا على الذراع اليمنى، وانت كمان نصحت اصحابك الثانيين يحطوا لهم مثلا كل واحد استثمر بمبلغ معين في هاي العمله وحطيتها مع الذراع اليسرى. انت بتقدر تختار الاشخاص اللي من خلالك وتختار وين راح يكونوا بالذراع اليمنى او الذراع اليسرى. بتقدر تحطهم كلياتهم على الذراع اليمنى، تقدر كلياتهم تحطهم على الذراع اليسرى، بتقدر. لكن هون انت بتاخذ على خطه الدخل الاولى، واللي هي 10% من كل شخص انت نصحته بهاي العمله. طيب كيف ممكن استفيد على خطة الدخل الثانية؟ خطة الدخل الثانية بتحكي لك انا بعطيك 10% من الرقم، او خلينا نحكي المبلغ المتساوي في كل ذراع تسويقية عندك في السيستم. فمثلا انت نصحت شخص من معارفك وحطيته على الذراع اليمنى، ونصحت شخص اخر وحطيته على الذراع اليسرى، وهذا الشخص برضه نصح معارفه وصار عنده كمية مبيعات على الذراع اليسرى، واصحابهم برضه نصحوا معارفهم وصار عندهم مبيعات. فالمبيعات هاي بتنجمع كلياتها في الذراع هاي، فتوتال مبيعاتك على الذراع اليسرى هون تقدر ب 7500 مثلا بعد فترة من الزمن. خلينا نفترض كافتراض مع بعض انه هذا الحكي صار في اسبوع، انت حكيت لصاحبك اشترى ب 100، وصاحبك حكى لخمسة من معارفك كل واحد اشترى ب 100، هاي 500 من اصحابك وواحد من صاحبك، هاي 500 و100 هاي 600، والخمسة دول كل واحد نصح واحد من معارفه صار عنده كل واحد 10 مبيعات، كل واحد اشترى مثلا ب 100 ب 500 ب 20 بغض النظر عن الرقم هذا، فكل واحد اشترى بمبلغ معين، فصار مجموع المبيعات هون 7000 ونص، وهون نفس الشيء صار مجموع المبيعات كلها 12000 ونص. لنفترض جدلا انه هذا الحكي صار باسبوع، طبعا هذا الشيء انت وشطارتك صار معك بيوم بيومين باسبوع بشهر بسنه. كل يوم اثنين السيستم بيعمل عندنا اغلاق للاسبوع المالي، وبيجي بيشوف شو القيم المتساويه عندك في السيستم. فلنفترض انه هذا الرقم صار عندك في اول اسبوع، فبيعطيك السيستم 10% على كل قيمه متساويه في الذراعين التسويقيات. هون على الذراع اليسرى صار عندك 7000 ونص، وهون 12000 ونص. شو الرقم المتساوي في كل ذراع تسويقيه، او خلينا نحكي الموجود في كل ذراع تسويقيه؟ هو 7000 ونص، في عندك 7000 ونص على الذراع اليسرى، وفي 7000 ونص بالجهه المقابله موجوده في الذراع اليسرى. فبيخصم ال 7000 ونص من الشمال، وبيخصم 7000 ونص من اليمين، وبيعطيك عليهم 10% زي ما انتم شايفين هون عند الليزر، فبتاخذ 750 يورو في هذاك الاسبوع. طب ال 5000 اللي ضلت من ال 12000 ونص هاي بتروح علي؟ لا، بتترصد لك في الاسبوع المقبل، وبصير عندك 5000 في الذراع اليسرى في اليمنى مترصده للاسبوع اللي بعده، اذا صار مقابلها مبيعات ب 5000 بتاخذ انت 10% بونص على خلينا نحكي عموله الاسبوع اللي بعده، وهكذا. تمام؟ طبعا تقدر ترجع في التفاصيل اكثر للشخص اللي دعاك، انا هون حكيتها بهيد لاينز ومعلومات بسيطه، ما راح ادخل في التفاصيل لانه ما بدي اعجقك في المعلومات. لكن هي هون خطه الدخل الاولى بتعطيك 10% من كل من قيمه استثمار اي شخص انت دعيته، وال 10% على كل رقم متساوي في الذراعين التسويقيات لإلك. طيب خطة الدخل الثالثة، شو هي خطة الدخل الثالثة اللي أنا ممكن تعطيني إياها الشركة؟ خطة الدخل الثالثة بتحكي لك أنا بعطيك رتب ومكافآت على المبيعات التراكمية في كل ذراع تسويقية. فمثلا لما يصير عندك 1000 يورو مبيعات على كل ذراع تسويقية، أنت بتوصل رتبة السيلفر. لما يصير عندك 2000 ونص مجموع المبيعات التراكمية على كل ذراع تسويقية، بتوصل رتبة الجولد. لما يصير عندك 5000 مبيعات تراكمية على كل ذراع تسويقية، فأنت توصل لرتبة البلاتينيوم. شو بصير لما اوصل لهي الرتب؟ اذا وصلت رتبة الجولد واللي هي 2000 ونص على كل ذراع تسويقية بمبيعات تراكمية، بتاخذ مكافأة من الشركة بقيمة 500 يورو، اسف،
ذا كوين على محفظتك لمدة 3 سنوات إذا وصلت لهاي الرتبة في أول 30 يوم لإلك. وإذا وصلت رتبة البلاتينيوم واللي هي 5000 مبيعات تراكمية على كل ذراع تسويقية بتاخد 5000 يورو بقيمة 1000 يورو ذا كوين مقابل على محفظتك لمدة 3 سنوات. يعني إذا كمان مرة لأني عجبت الحكي، إذا وصلت رتبة البلاتينيوم في أول 30 يوم واللي هي 5000 مبيعات تراكمية على كل ذراع تسويقية بتاخذ مكافأة بقيمة 1000 يورو على محفظتك لمدة 3 سنوات داك كوين. فأنت إذا وصلت للبلاتينيوم تاخذ ال 500 يورو تبعت الجولد زائد ال 1000 يورو تبعت البلاتينيوم. هون نيجي ننتقل للرتب الدولية، وعلى هاي الرتب خلينا نيجي نحكي شو المكافآت اللي ممكن تاخذها. على رتبة التوباز هي أول رتبة دولية بتاخذ جهاز تابلت مقدم من الشركة مكافأة زائد 5% من دخل كل شخص عندك مباشر لإلك من الأشخاص اللي نصحتهم مباشرة في هاي العملة لما يصير يسوق لهاي العملة. فكل واحد بتاخد عليه 5% من دخله، وبنفس الوقت ما بينقص من دخله أي قرش. رتبة السفاير هي رتبتي أنا الحالية الآن. على هاي الرتبة بتاخد جهاز تاب قارئ كتب اسمه إيبوك زائد 5% من الجيل الأول منك الأصل مباشرين، ومن المباشرين من الأشخاص المباشرين منك من غير ما ينقص من حقهم. نوت 9 مقدم من الشركة كمكافأة زائد 5% من عمولات أو من دخل الأشخاص على الجيل الثالث والثاني والأول في منظمتك. في عندك رتبة الإميرالد، هاي الرتبة بتاخذ عليها جهاز ماك برو من أبل زائد 5% من عمولات الجيل الرابع والثالث والثاني والأول. رتبة الدايموند، هاي الرتبة لحد الآن واصلها في الأردن 3 أشخاص، الليدر والكابتن أحمد ربيعة زائد الدكتور آدم أبو رضوان، وعندك إبراهيم الحمامي شخص عمره 20 سنة قدر يوصل لهاي الرتبة في أول 6 أشهر لإله. على هاي الرتبة بتاخد رحلة كروز لشخصين مدتها 6 أيام و7 ليالي، مدفوعة التكاليف على شرم الشيخ، لا مش على شرم الشيخ، على جزر الكاريبي مع مؤسسين الشركة. يعني انتوا تخيلوا 7 أيام مع مؤسسين الشركة وعمالقة التكنولوجيا في العالم، وين؟ في جزر الكاريبي. يعني هاي أفضل جائزة في التاريخ بصراحة، ممكن هذا أي حدا يحصلها، وإن شاء الله أنا راح أعمل المستحيل عشان أوصل لهذا قبل هذا الوقت. زائد 5% من عمولات خلينا نحكي من دخل الأجيال الخمس الأولى عندك في المنظمة. الرتبة اللي بعدها رتبة البلو دايموند، على هاي الرتبة بتاخد ساعة هابلة تقدر قيمتها ب 23,000 دولار زائد 2% على عمولات الجيل السادس و 5% على الأجيال اللي قبل. البلاك دايموند واصل لهاي الرتبة بعض الأشخاص في العالم، واحد آخر واحد اسمه مستر ماريو وصل لهاي الرتبة. على هاي الرتبة بتاخد جائزة واللي هي سيارة مرسيدس 2019 موديل سنتها زائد 2% من دخل الجيل السابع عندك. وعندك الكراون دايموند الرتبة اللي بعدها بتاخد شقة في دبي تمليك زائد 2% من الجيل الثامن. رتبة الامباسادور، هاي أعلى رتبة لحد الآن وصلها شخص اسمه مستر إيغول، شخص إيطالي هو أكثر دخلا في العالم في هاي الشركة لحد الآن، هو الشخص الوحيد اللي وصل لهاي الرتبة لحد الآن. هاي الرتبة رتبة الامباسادور بتاخد عليها جائزة سيارة فراري مقدمة من الشركة مكافأة زائد 2% من عمولات الجيل التاسع. رتبة الريال امباسادور والكراون امباسادور لسه ما حدا وصلهم، لكن على الريال امباسادور بتاخد فيلا في دبي تمليك زائد 2% من الجيل العاشر. الكراون امباسادور تاخد يخت في بحر دبي زائد 1% من كل شخص عندك في النتورك من دخله. لكن هاي مرحلة متقدمة جدا والكل بس على إلها، هون لازم يكون عندك مبيعات تقدر ب 20 مليون بنفس الشهر. طيب أنا حابب أجاوبكم أول سؤال قبل ما أفتح مجال للأسئلة وأجاوب على أسئلتكم، وأجاوب أول سؤال واللي هو إنه حلو هاي المعلومات كلها جدا رائعة جدا ممتازة، لكن بنفس الوقت أنا ما عندي هاي المعلومات اللي أقدر أنقلها لأصحاب معارفي واللي أخليهم يعرفوا عن هاي العملة. هون بحكي لك إنه هاي مهمة التيم تبعنا واللي هو الإيجلز تيم، إحنا الأشخاص اللي قبلك في هذا المشروع غلطنا، تعلمنا من أغلاطنا، عرفنا كيف نشتغل في هذا الموضوع، وصلنا لنتائج بنحكي من خلال نتائجنا الآن الحمد لله. مش مطلوب منك إنه أنت تشرح، إحنا بنحب نحكي
كلمة إنه دخولك في القرار معنا هو قرارك، لكن نجاحك هو غصب عنك. ليش؟ لأنه إحنا موجودين لنساعدك، نعلمك، ندربك، نشرح عنك في البداية. أنت ما عندك المعلومات الكافية لتنقل هاي المعلومات لأصحابك ومعارفك، فأنت راح تاخذ تدريبات تأهلك في إنك تقدر تعمل دعوات للأشخاص اللي تعرفهم، عشان إحنا نشرح عنك، نساعدك، لأنه دخلك من دخلنا، نجاحك من نجاحنا. أنت لما تطلع فلوس إحنا بنطلع فلوس، وهيك نتساعد مع بعض كلياتنا إنه نزيد سعر العملة، لأنه إحنا بالنهاية شو بنسوي؟ بنزيد في عدد المستخدمين، فكل ما زدنا في عدد المستخدمين فبالنهاية هذا الشيء بينعكس على سعر العملة، فاحنا بنستفيد في استثماراتنا اللي بلشنا فيها في البداية، واوريدي بنطلع كوميشن على مبيعاتنا وبناخذ مكافآت من الشركة. بيجي واحد بيحكي لك انه كل هاي المكافآت الضخمة ليش الشركة بتدفعها؟ لأنه بالنهاية هاي الشركة لما تيجي تدفع هاي المكافآت هي اوريدي كانت تدفع أضعاف أضعافهم في التسويق التقليدي، فكان هذا الشيء التسويق التقليدي كلفة جدا مبالغ اكثر من هيك، لكن احنا لما تيجي تحسب المبالغ اللي بتدخل على الشركه هي فعليا ما بتعطينا شيء، يعني بتعطينا 20% من اللي بيدخل عليها، مع انها نفس المبالغ اللي بدها تبيعها في التسويق التقليدي عشان تبيعها بدها تحط نص المبالغ اللي تجيها في التسويق التقليدي. طبعا هون بعض الصور لما مؤتمراتنا واجتماعاتنا وتدريباتنا، هون مستر ايجور لما كرم احمد ربايع على الحصول على رتبه الروبي، مستر ايجور اللي هو وصل لرتبه اليخت، اسف لرتبه الامباسادور اللي بياخذ فيها الفراري، مستر جوليان اللي وصل لرتبه الشقه في دبي، مستر رولد، مستر دانيال لما اجوا على الاردن برضه. هون طبعا هاي الصوره في دبي كانت في مؤتمر دبي شهر 2 الماضي. انا هيك بكون خلصت الشرح، الان راح افتح مجال للاجوبه والاسئله، فاي شخص عنده اي سؤال او اي استفسار بيقدر يكتب على الشاتنج. انا الان راح اتابع الشاتنج واشوف شو اسئلتكم واجاوبكم عليها، تمام؟ فاي شخص عنده اي سؤال بيقدر يسال اي سؤال عنده في الشاتنج، يكتب بالشات اي سؤال وبيقدر يسالني اللي بده اياه.